نروح كفر الشيخ. اطلالتنا الصباحيه الحقيقه دايما بنحرص مع حضراتكم ان احنا نخرج خارج العاصمه ونروح كل مكان في مصر، بنتعرف على الجمهوريه بشكل مختلف، من قريب بنشوف الجمال في نفس الوقت نعرف ايه ابرز الاماكن. عندنا اماكن حلوه قوي، يعني احنا شايفين كالعاده الماء والخضره، فعلا فعلا الماء والخضره. الراجل الحسن قال كده يعني مبدع، الماء والخضره والراجل الحسن. احلى حاجه الصبح يا رجائي انك تصحى على المنظر ده بالتاكيد. وبعدين على فكره يعني الاطلاله العلويه دي يعني بتوريكي جمال مصر، وزي ما انت قلت كده الخضره ممزوجه بالميه، يعني حاجه رائعه جدا جدا جدا، يعني تحس ان انت في حته من يعني من انجلترا او من بريطانيا، بترجعك للاجواء دي. يعني الناس اللي عايشين في كفر الشيخ ينيالهم صراحه. يعني كفر الشيخ يمكن افكر حضراتكم هي طبعا بالتاكيد في اقصى دلتا النيل، بتطل على البحر المتوسط، وفيها 10 مراكز، وفيها طبعا جامعه كفر الشيخ، جامعه مهمه، جامعه كبيره. ويمكن استضفنا اكثر من مره ممثلين عن هذه الجامعه لان بتعمل نشاطات مميزه جدا. كمان افكركم بالافتتاحات مؤخرا، كنا مع حضراتكم على الهواء مباشره، وافتتاحات مزارع السمك الكبيرة والعظمى في كفر الشيخ، اللي يعني بنقول ان هي هتبقى من اهم مصادر الثروة السمكية في مصر. انا عايز اقول لك حاجة يا اسماء، ان انا نزلت في زيارة عمل، كنت بغطي انتخابات مجلس الشعب في كفر الشيخ. الناس هناك في كفر الشيخ ناس رائعة جدا، وناس يعني جميلة جدا، تحس ان انت يعني وسط عيلتك وسط اهلك، ما تحسش انت غريبة عنهم، ناس ودودين جدا جدا وناس في منتهى الروعة الصراحة. بالتأكيد بالتأكيد. كمان بحيرة البرولس من أهم موارد كفر الشيخ الطبيعية. خلونا بقى نستمتع بالمنظر كده شوية، بالماء والخضرة والوجه الحسن.